انه بعز علي، فقلت لا بديش ارميه فحرقه. مبادرة صديق الحيوان هي مبادرة ذاتية تهدف إلى كسر حاجز الخوف وتعزيز الرفق بالحيوان. بنطبقها داخل المدارس ضمن مواكبة لهم في فترة المنهاج التعليمي في مادة العلوم والأحياء. بنرسخ عندهم المعلومة من خلال احتكاكهم بالحيوانات عن قرب. بنعزز عندهم مفهوم الرفق بالحيوان. بنستضيف معنا حيوانات حية وحيوانات محنطة. بنفهمهم الحيوانات المحنطة هاي مهددة بالإنقراض وشو معنى إن هي محنطة. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.